السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في اول حلقة من حلقات كورس تعلم الفوتوشوب. اهلا بيكم مرة تانية، وقبل ما نبتدي خلونا نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. اولا الفيديو ده مقدمة لكورس تعلم الفوتوشوب اللي هينزل على القناة. مادام ان انت وصلت لحد هنا فانت قررت ان انت تاخد خطوة جريئة ومهمة في حياتك. الخطوة دي انك تدخل مجال الجرافيك، قررت ان انت تصبح مصمم جرافيك او يكون لك علاقة بمهنة الجرافيك عموما. ومادام ان انت خدت الخطوة ديت وقررت ان انت تاخدها، عايزك دايما تحط حاجتين في ذهنك. الحاجة الاولانية ان انت ما تخليش ابدا حاجة تحبطك. الحاجة التانية ان انت تعرف ان احنا كلنا مرينا بنفس التجربة بتاعتك، كلنا حسينا ان اول حاجة في البداية الحاجة بتبقى صعبة، لكن مع الاجتهاد كل انسان بيوصل ولكل مجتهد النصيب. الحاجتين دول عايزك دايما تحطهم في دماغك، ما تخليش ابدا حد يحبطك، ما تستصعبش الامور. كلنا كنا مبتدئين، كلنا ربنا اكرمنا، اجتهدنا، سعينا، وصلنا. فالحاجتين دول عايزك دايما تحطهم في دماغك، لان الكلمتين دول هنبني عليهم حاجات مهمة جدا في المستقبل. مهم جدا ان انت تعرف ان سلسله الكورس ديت بتخاطب اي انسان حابب ان هو يتعلم جرافيك. يعني مش شرط ان انت يكون عندك سابق معرفه او سابق خبره او حتى استخدمت البرنامج قبل كده، لان حرفيا احنا هنبتدي مع بعض من البدايه خالص، بدايه من تنزيل البرنامج، مرورا بتثبيت البرنامج، ثم ان انا هتكلم معاك في جزء نظري يهمني جدا ان انت تعرفه. صدقني الجزء ده مش هتلاقي حد بيقوله لك على الانترنت الا من رحم ربي، لان الجزء ده باختصار اللي بيعرفه كانه عنده قاعده يقدر ان هو يبني عليها للمستقبل العمل بتاعه. والجزء ده محدش بيقوله او نادر ما حد بيقوله، لان الجزء ده بيكتسب عن طريق الخبرات، بيكتسب عن طريق السنين، بيكتسب عن طريق التجربة والممارسة. بالتالي مش كل الناس بتقوله على الانترنت، ولكن هنقله لك انت بكل بساطة. اولا لسببين، السبب الاولاني ان انا حابب ان انا انقل علمي، السبب التاني ان انت من حقك ان انت مدام عايز تتعلم ان انت تلاقي المعلومة الصحيحة وتلاقي التوجيه الصحيح. وده اللي خلاني اعمل الشانل ديت، لان اولا هدف ان انا انشر علمي، ثانيا انا مؤمن ان من حق اي انسان ان هو يتعلم وانه يلاقي المعلومه بالاسلوب السليم. ثاني حاجه، بعد الجزء النظري هندخل على الجزء العملي، واللي من خلاله هتتعرف على البرنامج وهتتعرف على ادوات البرنامج، كمان هتتعرف على الاساسيات اللي قايم عليها اي تصميم، سواء التصميم ده موجه للطباعه او كان موجه للديجيتال ماركتنج. بالتالي الكورس كامل مكمل باذن الله، هنقول لك من خلاله خبرتي، سواء الخبرة دي كانت عندي بالموهبة، سواء الخبرة دي انا اكتسبتها عن طريق الكورس وطريق التعليم اللي انا اتعلمته وخدت فيه، او سواء الخبرة دي انا اكتسبتها عن طريق الشركات اللي اشتغلت فيها. بالتالي الخبرة ديت انا هنقلها لك انت، لان بكل بساطة زي ما قلت لك انا حابب ان انا انشر علمي، وحابب كمان ان انا افيدك واعلمك، ولان انت كمان من حقك ان انت تتعلم المعلومة بشكل سليم. وفي نهاية سلسلة الكورس ديت هتلاقي نفسك عندك القدرة على استخدام البرنامج بأسلوب كامل وشامل، والأهم ان انت عندك القدرة على تنفيذ اي نوع من انواع التصاميم، سواء التصاميم دي للاستخدام الشخصي او للاستخدام المهني في حياتك العملية. وده لان هشرح لك بأسلوب اكاديمي وعملي عن طريق الخبرة اللي انا اكتسبتها في سوق العمل من خلال شغلي في الشركات على ارض الواقع. وده اللي كنت بقولك عليه في بداية الفيديو، انك مش هتلاقي حد ينقلك المعلومات دي بالكيفية دي الا لو حد حابب فعلا ان هو يوصل علمه. وطبعا زي ما قلتلك الكورس ده اغلبه عملي، بالتالي هتلاقي في نهاية كل فيديو من دول تاسك او مهمة مطلوبين منك، مهم جدا ان انت تنفذ التاسك دوت عشان المعلومة تثبت في دماغك. كمان مهم ان انت تشارك بالتاسك دوت في الجروب اللي هسيبهولك في وصف الفيديو، ده الجروب الخاص بالقناة، لان مهم جدا ان في المرحلة التعليمية ديت ان يحصل ما بيني وما بينك عملية روتيشن او تبادل للمعلومات، بحيث ان انت ما تحسش ان انت بتخوض التجربة ديت لوحدك، وفي نفس الوقت لو اعترضتك اي نوع من انواع المشاكل تلاقيني معاك موجود وتلاقي توجيهي ليك سليم وحاضر اول باول، بحيث ان احنا نمشي مع بعض زي ما اتفقنا في بداية الفيديو ده ان احنا هناخد الكورس ده خطوة بخطوة مع بعض. وبس كده، دي كانت مقدمة الكورس بتاعنا. ان شاء الله اقدر اوعدك ان مع نهاية السلسلة ديت هتصبح مصمم جرافيك ناجح، ودي حاجة اقدر اوعدك بيها من دلوقتي وانا مرتاح البال، لان اولا الحمد لله انا واثق من خبرتي، واثق من بنك المعلومات بتاعي، كمان واثق في المحتوى اللي انا هقدمه لك. فباذن الله اوعدك ان مع نهاية السلسلة ديت هتكون واصل لمرحلة انت نفسك مبهور بيها.
اخيرا ما تنساش ان انت تدعم الفيديو ده تحت بلايك عشان يوصل لكل انسان حابب ان هو يتعلم الجرافيك زيك. كمان ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. كان معاك حسام سمير، انا بتاع ديزاين، والسلام امان.